حريص عليكم. الحرص يعني شنو؟ الحرص يعني شدة العلاقة. إذا واحد عنده علاقة شديدة بالمال نقول إنه حريص على المال. النبي حريص عليكم أنتم البشر. أكو قاعدة علماء البلاغة يقولونها: حذف المتعلق يفيد العموم. حريص في أي جهة؟ النبي يريد مثل، أجيب لكم مثال، فد واحد تزوج بقي 15 عام ما عنده ولد، بعد 15 عام الله طال ولد، هذا الأب أو هذه الأم شلون يحرصان على هذا الولد؟ ليكون يطلع للشارع، ليكون يوقع من مكان مرتفع، ليكون يتمرض، حرص كله بفكر هذا الطفل. هكذا النبي صلى الله عليه وآله لا مع المسلمين، مع البشرية كافة. خطاب للبشر، حريص عليكم. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد كل خير للبشرية، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما واحد يراجع حياته يشوف أنه كان يهتم بأصغر شيء، مو فد حاكم محكوم، لا، حاكم رسول نبي يهتم بأصغر الأشياء. إذا أكو أقل نقص في حياة أحد يحاول أن يزيل ذلك النقص. حريص على تقدمكم، حريص على هدايتكم، حريص على غناكم، حريص على إنقاذكم من المشاكل، حريص عليكم في كل أبعاد الخير.